الكيك اللي جا عليه اكبر عدد ديال الطلبات بالتفاح والكرامبل، وما تتخيلوش طريقته شحال سهله. هادشي روعه، كيجي تيحمق. المقادير تلقاوها مكتوبين لتحت، جيو نشوفوا الطريقه. البيض، السكر، وقشور حامضه، غنخفقهم غير بالفويح حتى كيتخلطوا مزيان. نزيد لهم الزيت والحليب، نخلط، غنزيد دقيق القمح الكامل والخماره ونخلط مزيان. كناخد مول مدهون بالزبده، خديت ديال السيليكون، وغادي ندير فيه الخليط. غنقطع التفاح ونديرو، من بعد نضغط عليه شي شويه باش يدخل شويه لداخل. دابا غنصايبو الكرامبل. خديت اللوز ودقيق القمح الكامل والسكر والزبده نفس القياس، شوفوا المقادير لتحت، وخلطوهم مزيان حتى كيتداخلوا مع بعضياتهم. كنجيبو هذاك الخليط وكنديروه فوق من الكيك وهو باقي خضر، وغندخل كلشي للفران على درجه حراره 180 مده ديال ثلث ساعه، وها هو واجد بكل بساطه. كيجي روعه، تيحمق مويلو وغزال. ولا بغيتو ديروا شي اضافه ديال لي كاتريبيز او القرفه، بطبيعه الحال ما لا يمنع. وعرفتوا دابا اش غديروا؟ لايك الفيديو، وقولوا لي في التعليق كيفاش جاكم، وبارطاجيوه مع صحابكم، وتبقاو ليا على خير.